ايه المطلوب عشان نادي الزمالك يستعد جيدا لمواجهه بيراميدز في اول مباريات الدوري وارتا سولار في مباراه العوده؟ انا التا سولار انا متاكد ان اللعيبه لو لعبت لعبها باي تشكيله هتعديها باذن الله، ولكن بيراميدز ده لازم يبقى فيه على الاقل واقعي. يعني انا شفت رايك في وراي الاستاذ عاطف قبليها في التشكيل، واتكلم على سيد نيمار، وانا برضو بايده في موضوع سيد نيمار في حته الرايت باك، بحيث ان 3 3 3 1 دي كانت حلوه قوي. على فكره اسطوره اللعب 4 4 3 4 3 3 سوري 4 3 3 ف 3 3 3 1 اللي هو حمزه المسلوسي اقرب للباك ويبقى واخد الحته دي كلها نيمار، ساعتها تقدر تخلي مساحه صغيره لشيكابالا يشتغل فيها، فيقدر يدي بدل 30 دقيقه او 25 دقيقه يقدر يدي 70 دقيقه. وشيكابالا كان بيدي كتير قوي، لانه كان في ماتش ارتا سولار كان بينزل يستلم من تحت قوي، بيستلم من حمزه المسلوسي، وحمزه المسلوسي ما بيتقدمش، طب مين اللي بيعمل له اوفرلاب؟ فشيكابالا واخد المساحه دي كلها، مش هيظهر. يعني سبرنت 2 3 4 شكرا. انا لو خدت انت كمان بتاخد من طاقته البدنيه بالزبط. وانت المفروض تستفيد انت من طاقته الفنيه في الجزء الامامي. الخمسه سبرنت من بوكس تو بوكس يعملوا 15 سبرنت لو انت في المربع الاخير او الجزء الاخير، فهتلاقي الانتاج ازيد، ويقدر على الاقل التركيز، يعني الحته بتاع التركيز انت كنت محتاج تركيز ده. انا مش بعدل فنيا، انا بتكلم على هي دي القماشه اللي كانت موجوده بديل، ما ينفعش يبقى على الدايره شيكابالا بديل لفتوح لسه شاب صغير عشان ينزل هو اللي يستلم ويحرر الفرقه. لا، شيكابالا ممكن يعمل تريكه في عند الصندوق، لكن هيعمل الشغل بتاع بوكس تو بوكس صعب جدا، تلعبه على الدايره يعني. انت اللي بتلعب عادي، مش شرط تلعب بثلاثه ديفندرز يعني. وحته برضه ان انا نطالب، انا اتمنى الجماهير تبقى موجوده ساعه كامله، بس مش دي الفرقه اللي نقول عليها احنا محتاجين 30 40 عشان حماس ايه.